ترسيخ هكا التصوير اللي بقات في بالك انت توا بعد ما في سبيكتاكل؟ عجبوني البنات هكا اللي يشدوا صحافي هكا ويقعدوا من غير ما يطيحوهم يعني. فتعلمت يعني كيفاش اللي هما قعدوا برشا باش تعلموا هذوك، وانا نجم زيد نعمل. نجم يبدا نتكربس على حيط نقعد واقف، ونجم نقعد هكا على الحيط ونحل سيقي طلع سيق الفوق و ندير كاراتيه. بيان سور ليليمون بيرتورباتور في السهريه كان حاضر، واللي هو زعما شكون ما يطلع كان الكلون عمل بعمله مع الصغار وما جاش يجيه فارغ، زاد هديلهم امبيل ا بلوزيور فور. العرض تقريبه في نص الليل، وين الجمهور غادر المهرجان وهو عامل بون كيف ويطلب التكثيف من نوعية من هذه العروض اللي تهذب عقول الصغار وخاصة تسقل ذوقهم الفني. نجم تعلمهم اللي هما يعطيو امبورطونس لاكتيفيتي فيزيك، فما دعوه لتنشيط الجسم لانه في تنشيط الجسم للطفل بيان سور باش ذهنه يتحل، وفما زاده دعوه للانفتاح على ثقافات اخرى على حضارات اخرى اللي ماناش مستنسين نشوفوها. الصغير تلقاها يحب يتعلم ويحب يتبع توسكي جديد معناتها، وبرمي الحاجات اللي تجم تعجب الصغير كما قلت لك الموسيقى السبور الدانس éventuellement حاجه اخرى معناتها في الله. voir autre chose, voir un autre pays, voir le mouvement du corps, il y a beaucoup de choses.
voir le potentiel. العرض عجب الأطفال برشا، فما فرجة، فما مجهود ياسر قاموا به الأطفال الصينيين، ونتمناو لكن تكون الفرصة متاحة لكل أطفال تونس أن تكون عندهم الأنشطة هذه وأنهم يتفردوا فيهم ويتعلموا زيدا. العرض كان متميز إلا أنه ثم شكون لام على إدارة المهرجان قرطاج على برمجته، وكان من الأفضل أنه يكون في إطار تنشيط المهرجان لا على ركح المسرح الأثري بقرطاج. فالعرض يجي في إطار تنشيط، ماهوش ما يجيش على ركح قرطاج، مهرجان قرطاج ومن دراك معناها، هذا سكو أنا نعيب على إدارة المهرجان أكاهو، أما العرض شباب. لا ما نعرضش خاطر مش عرض أطفال ينقزوا، هذوما أطفال ينتميوا إلى فرقة كما قلت لك عريقة عمرها 30 سنة، مش أي أطفال، أطفال متدربين، أنا ما نصورش أي طفل ينجم يعمل مهارات اللي شفناها اليوم على. دونك الفرقة هي اللي جات كرتاج مش الصغيرات اللي جاوا كرتاج. ولأكثر تفاصيل حول هذا العرض انعقدت ندوة صحفية قدم فيها المشرف الفني على البالي لمحة عامة على مركز البهلوانيون الصينيون ومدى ميزة الممارسات البهلوانية الصينية، وحكى كذلك على كيفية تأطير الأطفال في هالمركز هذايا والتحذيرات اللي يخضعوا لها قبل كل عرض. وإن تدريباتنا تتمتع بنظام العلومية وبنظام تدريجية، الأشياء التي يجعل الأولاد يحبون البهلوانية جدا، وهذا أظن هو المفتاح لنجاحنا. إن المهارات للبهلوانية الصينية مختلفة جدا عن المهارات في الرقص أو المسرحية أو الأنواع الأخرى للعروض على المسرح، لكن نحن الصينيين نحبون الأصدقاء من كل العالم. ويبقى عرض من نوع هذا ما يكون كان بوابة للانفتاح على الحضارات الأخرى وفرصة لاكتشاف الموروث الثقافي.